لو استعذت وكررت الاستعاذة بالله من هذه الثمانية تنجو من ثمان موتات خطيرة. تاني، لو دايما بتكرر انك تستعيذ بالله من هذه الثمانية ستنجو، لو انك كررت هذه الاستعاذة تنجو من ثمان موتات خطيرة، كما عند ابي داود عن ابي اليسر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو: اللهم اني اعوذ بك من الهلهل. وهو المعنى كل حاجة دلوقتي. وليه النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعيذ بالله من هذه الثمانية؟ اللهم إني أعوذ بك من الهلهل، وأعوذ بك من التردي، وأعوذ بك من الغرق والحرق والهرم، وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت، وأعوذ بك أن أموت في سبيلك مدبرا، وأعوذ بك أن أموت لدغا. ثمان حاجات، ثمان موتات خطيرة فعلا. ان واحد يبقى قاعد وفجأة حاجة تقع عليه، ده اسمه الهدم. اعوذ بك من الهدم، واعوذ بك من التردي، ان هو يقع من مكان عالي فيقع فيموت. واعوذ بك من الغرق، مات غرقان. واعوذ بك من الحرق، مات حريق او محروق. والهرم، كبر السن، الشيخوخة. الله، طب ما هو دلوقتي الحاجات دي يغلب عليها انه يعني من مات فيها نال الشهادة. صاحب الهدم شهيد، والغريق شهيد، والحريق شهيد، صح؟ قال لك اه، بس هو هنا بيقول لك الموتات دي مقلقة، لانه انت تموت فجأة، انت ممكن الشيطان يجي ويضرك، ممكن الشيطان يحول بينك وبين التوبة، ممكن الشيطان يفتنك، ممكن الشيطان ينتهز الفرصة دي فيضعفك فيبعدك، لا تنجو منه. اللهم إني أعوذ بك من الهدم، وإن معناه أعوذ بك من التردي، وإن معناه أعوذ بك من الغرق والحرق والهرم، وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت. أخشى أن الشيطان يجيلي فيفسد علي حياتي أو يفسد علي خاتمتي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا حسن الخاتمة. وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند ليه؟ عند الموت. إن الشيطان يستولى علي، إن الشيطان يحول بيني وبين عودتي أو بين ثباتي، إن أنا محافظ عليه. ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، أو يقنطك من رحمة ربنا سبحانه وتعالى، أو يكرهك في لقاء ربنا عز وجل. من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. السبعة إيه؟ وأعوذ بك أن أموت في سبيلك مدبرا. اوعى تبقى في أرض المعركة وتتولى وتدبر. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. كبيرة من الكبائر، كبيرة من الكبائر. والتولي يوم الزحف كبيرة من الكبائر، ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. وأعوذ بك أن أموت في سبيلك مدبرا، وأعوذ بك أن أموت لديغا، العقرب ولا الحية، الحاجة اللي هي بتلدغ دي، تصيبك بحاجة فتموت بعدها موت الفجأة. عايزك تواظب على الاستعاذة دي، نقولها مع بعض تاني ونحفظها عشان نكررها عشان تنجو من هذه الثمانية. اللهم إني أعوذ بك من الهلهل، وأعوذ بك من التردي، وأعوذ بك من الغرق والحرق والهرم،
وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت، وأعوذ بك أن أموت في سبيلك مدبرا، وأعوذ بك أن أموت لديغا. اللهم أحسن خاتمتنا، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم ثبتنا عند السؤال، ويمن كتابنا، ويسر حسابنا، ويسر على الصراط مرورنا، اللهم آمين. أشوفكم على